المشاهدين أحبائي التلاميذ، السلام عليكم. نقدم لكم اليوم درسا جديدا في مادة العلوم للصف السادس الابتدائي بعنوان الطحالب والبكتيريا والفطريات. تعلمنا في الدروس السابقة أن بعض النباتات تعيش على اليابسة وبعضها يعيش في الماء، وإن بعض النباتات المائية تعيش في المياه العذبة وبعضها يعيش في المياه المالحة. كما ودرسنا أن بعض النباتات لا يوجد لها جذر ولا ساق ولا أوراق، ويطلق عليها اسم النباتات البسيطة. والطحالب عزيزي التلميذ من النباتات البسيطة التي ليس لها جذر ولا ساق ولا أوراق، ومعظم الطحالب يعيش في مياه البحار وبعضها يعيش في مياه المستنقعات العذبة. قليل من الطحالب ينمو على اليابسة في الأماكن الرطبة مثل جدار أصيص الزرع وبالقرب من خزانات المياه وأحواض السباحة وعلى الجدران والأخشاب الرطبة وغيرها. بعض الطحالب تكون طافية فوق سطح الماء وبعضها تتعلق بنباتات أخرى أو بالصخور. معظم الطحالب التي تعيش على اليابسة أو في الماء العذب خضر اللون، أما الطحالب التي تعيش في مياه البحر فتكون أما خضر أو بنية أو حمر اللون. يعود اللون الأخضر عزيزي التلميذ إلى وجود مادة الكلوروفيل فيها. حتى الطحالب البنية والحمراء تحتوي على مادة الكلوروفيل، وما هذه الألوان سوى صبغات لونية تخفي اللون الأخضر للطحالب وتجعلها تبدو بهذه الألوان. أما أوجه الاختلاف بين الطحالب فهي أن الطحالب تختلف في حجمها، فبعضها كبير وبعضها وسط والبعض الآخر صغير أو صغير جدا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولذلك نستخدم المجهر الذي يساعدنا على رؤية الأشياء الصغيرة. سؤال: كيف تثبت بالتجربة أن الطحالب تحتاج إلى ضوء الشمس كي تعيش؟ عزيزي التلميذ، نحتاج إلى ماء، وعاء زجاجي، غطاء للوعاء، ورق أسود. نضع وعاء زجاجيا مملوءا بالماء في الشمس، نترك الماء مدة أسبوعين أو 3 أسابيع. نلاحظ أن الطحالب تنمو في ماء الوعاء. نقوم بتغطية الوعاء الزجاجي بالورق الأسود لمدة أسبوع أو أسبوعين. نلاحظ أن لون الطحالب يتحول إلى اللون الأسود، وهذا بسبب موت الطحالب. إذن الطحالب تحتاج إلى ضوء الشمس كي تعيش، والورق الأسود منع دخول ضوء الشمس إليها. والآن عزيزي التلميذ، كيف تحصل الطحالب على غذائها؟ الطحالب نباتات خضر تحتوي على المادة الخضراء الكلوروفيل، ولهذا فإنها تقوم بصنع غذائها بنفسها من الماء وثنائي أكسيد الكربون وبمساعدة ضوء الشمس، وتسمى هذه العملية عملية البناء الضوئي. سؤال: هل للطحالب فوائد؟ الجواب: نعم، إذ أن بعض الناس يأكلون الطحالب، ويعتبر اليابانيون طبق الطحالب طعاما شهيا، وهم لذلك يزرعون الطحالب في خزانات المياه والمستنقعات، كما وتستخدم الطحالب كدواء. لقد اكتسبت عزيزي التلميذ الطحالب شهرة لكونها أول نباتات تسافر إلى الفضاء البعيد، ولكن لماذا وكيف حدث ذلك؟ لعلك تعرف عزيزي التلميذ بأن واحدة من أكبر مشكلات السفر إلى الفضاء هي كيفية توفير طعام كاف في المركبة الفضائية لربابنة المركبة والمرافقين العلميين، فإذا أخذت المركبة طعاما يكفي لهؤلاء الناس لمدة أيام، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة وزن المركبة، وعليه فإن أخذ مزرعة نامية من الطحالب بدلا من ذلك سوف يحل المشكلة. النوع الثاني عزيزي التلميذ من الأحياء البسيطة هي الفطريات، ويمكن تعريف الفطريات بأنها كائنات حية بسيطة لا يوجد لها جذر ولا ساق ولا أوراق، ولا تحتوي على المادة الخضراء، ولهذا فإنها لا تصنع غذائها بنفسها. إذن كيف تحصل الفطريات على غذائها؟ تعتمد عزيزي التلميذ الفطريات على الحيوانات والنباتات في الحصول على غذائها. بعض الفطريات تتغذى على نواتج النباتات مثل الخبز والفواكه والسكر، وبعضها الآخر تتغذى على نواتج الحيوانات مثل الجبن والجلود. إذن الفطريات هي من مستهلكات الغذاء وليس من منتجات الغذاء. سؤال: ما هي أنواع الفطريات؟ جواب: توجد أنواع مختلفة من الفطريات، أهمها العفن، المشروم، الخميرة. سؤال: هل الفطريات مفيدة للإنسان؟ الجواب: نعم، بعض أنواع الفطريات مفيدة للإنسان إذ يقوم الإنسان بأكلها. هل الفطريات مضرة للإنسان؟ الجواب: نعم، بعض أنواع الفطريات يكون سام يسبب الموت للإنسان. سؤال: هل نستطيع رؤية جميع أنواع الفطريات بالعين المجردة؟ الجواب: بعض الفطريات كبير يمكن مشاهدته بالعين المجردة مثل الفطر أو المشروم، وبعضها صغير نحتاج إلى عدسة مكبرة لرؤيته مثل العفن، وبعضها صغير جدا بحيث نحتاج إلى مجهر لرؤيته مثل الخميرة. والآن عزيزي التلميذ سنقوم بدراسة 3 أنواع من الفطريات. أولها العفن. يمكن تعريف العفن بأنه كائن حي بسيط من الفطريات ليس له جذر ولا ساق ولا أوراق، ولا يحتوي على المادة الخضراء. ويعيش العفن أعزائي التلاميذ على مختلف أنواع الأطعمة مثل الخبز والفواكه والخضروات والجبن وغيرها. ولعلك تسأل عزيزي التلميذ كيف يحصل العفن على غذائه؟ العفن له خيوط رفيعة كثيرة، بعض هذه الخيوط تدخل في الفاكهة وتأخذ الغذاء اللازم من الفاكهة. توجد أنواع متعددة من العفن، منها ما ينمو على الفاكهة فيسمى عفن الفاكهة، ومنها ما ينمو على الخبز فيسمى عفن الخبز. عزيزي التلميذ احذر أكل الفواكه والأطعمة المصابة بالعفن لأنها تضر بصحتك. سؤال: كيف يتكاثر العفن؟ الجواب: العفن كائن حي يتكاثر بوساطة أبواغ العفن. ولعلك عزيزي التلميذ تسأل: ما هي الأبواغ؟ الأبواغ أجسام صغيرة جدا تشبه البذور للنبات، وتوجد داخل كرات موجودة في نهاية خيوط العفن، وعندما تنضج الكرات تنفتح وتخرج منها الأبواغ التي بدورها تنتشر في الهواء الجوي، ويمكن أن تسقط على الفاكهة أو الخبز فتنمو عليه عندما تجد الظروف المناسبة من رطوبة وظلام ودفء. إذن ينمو العفن على الأطعمة الرطبة في مكان مظلم ودافئ. سؤال: هل للعفن فوائد للإنسان؟ الجواب: نعم، إذ يصنع الإنسان من بعض أنواع العفن دواء البنسلين الذي يستخدم في علاج الأمراض التي تصيب الإنسان، كما ويستخدم العفن في صناعة الطعام مثل الجبن. النوع الثاني من أنواع الفطريات هو الفطر أو المشروم. ويمكن تعريف الفطر بأنه كائن حي من الفطريات ليس له جذر ولا ساق ولا أوراق، ولا يحتوي على المادة الخضراء، ولهذا فإنه لا يصنع غذاءه بنفسه. إذن كيف يتغذى الفطر؟ يعتمد الفطر على النباتات والحيوانات في طعامه. أين يعيش الفطر وأين ينمو؟ ينمو الفطر في الأماكن الرطبة بين النباتات والأعشاب الخضر، وعلى جذوع الأشجار الحية أو الميتة. سؤال: كيف يتكاثر الفطر؟ الجواب: يتكاثر الفطر بوساطة الأبواغ، والأبواغ كما ذكرنا سابقا هي حبيبات أصغر من البذور، وهي وسيلة لتكاثر الفطر. عزيزي التلميذ، توجد خيوط المشروم أو الفطر تحت التربة. تنمو على خيوط الفطر أجزاء صغيرة تشبه الزر. الزر ينمو إلى أعلى، وعندما يكبر ويكبر يصبح جسم المشروم كالمظلة. يوجد في غطاء المظلة آلاف الأبواغ. عندما ينفتح غطاء المظلة تخرج منه الأبواغ وتسقط على الأرض، أو تنقلها الرياح إلى أماكن أخرى. وعندما تجد هذه الأبواغ الظروف المناسبة فإنها تنمو ونحصل على فطر جديد. والآن عزيزي التلميذ سنتعرف على علاقة الإنسان بالفطر. يوجد أنواع كثيرة من الفطر، فمنها ما هو سام يموت الإنسان إذا أكله، ومنه ما هو لذيذ الطعم يسمى الكمأ، وهو ينمو في البر تحت الأرض بعد سقوط المطر. ويستخدم الإنسان بعض أنواع الفطر في صناعة بعض المأكولات مثل الشوربة والبيتزا وغيرها. النوع الثالث من أنواع الفطريات هو الخميرة. والخميرة أيضا عزيزي التلميذ من الكائنات الحية البسيطة التي ليس لها جذر ولا ساق ولا أوراق، ولا تحتوي على المادة الخضراء الكلوروفيل، فبالتالي هي لا تصنع غذاءها بنفسها، وإنما تعتمد على النباتات في طعامها، وبالذات السكر، إذ تنمو الخميرة على الفواكه المختلفة لوجود مادة السكر فيها. كما وتوجد الخميرة منتشرة في الهواء الجوي في كل مكان حولنا، ولكننا لا نستطيع رؤيتها بسبب صغر حجمها، ولذلك نستخدم المجهر عندما نريد رؤيتها. تستخدم الخميرة في صناعة الخبز والكعك وغيرها من المعجنات، إذ إنها تعمل على انتفاخ العجين فيصبح طعمه لذيذ وسهل الهضم. سؤال، أو قد يصح هذا تعليل: لماذا يكبر حجم العجين عند وضع الخميرة عليه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، أرجو أن تجرب عزيزي التلميذ وضع الخميرة على فنجان من الدقيق وإضافة الماء الساخن عليه، ثم راقب كرة العجين كل 15 دقيقة. تلاحظ أنه بعد مرور ساعتين من الزمن أن حجم كرة العجين قد تضاعف وانتفخ. ولعلك تتساءل الآن، ما الذي جعل العجين ينتفخ؟ الجواب: يحتوي العجين على بعض السكر، وبما أن العجين رطب ودافئ فإن الخميرة تتغذى على السكر الذائب في ماء العجين، فتنمو الخميرة وينتج عن ذلك تصاعد فقاعات الغاز التي تحاول أن تخرج من العجين فلا تستطيع، وتعمل على رفع العجين إلى أعلى فيكبر العجين. سؤال: ما اسم الغاز الذي يتصاعد عند وضع الخميرة في محلول سكري أو في العجين؟ الجواب: إنه غاز ثنائي أكسيد الكربون. سؤال: كيف تثبت أن الغاز المتصاعد من الخميرة هو ثنائي أكسيد الكربون؟ الجواب: نمرر هذا الغاز على ماء الجير الصافي نلاحظ تعكره. عزيزي التلميذ، أخيرا أود أن تعرف بأن الإنسان يقوم في المعامل المخصصة لإنتاج الخميرة بزراعة وتكثير الخمائر، ثم استخلاصها وتجفيفها لاستخدامها عند الحاجة. والآن اختبر نفسك عزيزي التلميذ من خلال الإجابة على الأسئلة التالية قبل ظهور الإجابة على الشاشة. السؤال الأول: اذكر أسماء 3 أمثلة على الأحياء أو الكائنات الحية البسيطة. الجواب: أولاً الطحالب، ثانياً الفطريات، ثالثاً البكتيريا. السؤال الثاني: اذكر أسماء 3 أنواع من الطحالب. الجواب: الطحالب الخضر، الطحالب الحمراء، والطحالب البنية. السؤال الثالث: اذكر أسماء 3 أنواع من الفطريات. الجواب: العفن، الفطر أو المشروم، الخميرة. السؤال الرابع: اذكر أسماء 2 من العفن. الجواب: عفن الفاكهة وعفن الخبز. وهكذا أعزائي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.